الحمد لله الحمد لله على الفوز اللي كنستاهل كل شفتي المباراة صعيبة وكان كل جاي احنا الديف اللي كنا عندنا اليوم كنا متشبعين كتشوف لي ماتش كاع لعبناهم هنا مع دي زيكيب لي ملاح اليوم في فريق مديولي اندور ليكيب يعرفوا يلعبوا عندهم لي جوا لي اكسبيرونس اللي كانوا يحضروا لابول الحمد لله كنا نسلوا باش باش نبدا نسلمهم منافس عميد والحمد لله اليوم حنا ندير المباراة في مستوى عطيهم الصحة كاع الزملاء تاعي اللي أدوا المباراة في تما شكرا للجمهور اللي عاونا كثير الحمد لله هذيك اللي كانت خير ونزيدوا نطمحوا أكثر في الصعود إن شاء الله ومازال باقي باكون مازال صعيب ومازال عندنا مباريات صعيبة إن شاء الله. تشوف بقية المجموعة أول ثمان مباريات كانت تكون طبعا خارج الديار امام فرق اللي بكل صراحه هو ذهيب هو تسليم فرق الصعود وتنافسكم على ربما المراتب الاولى. كما تعرف ليزيك يبدو باقي ثمان جولات الكل يلعبهم مباريات كاس نجمو نخرجو برما نديرو ريزلتا كيما تجي في ستادك دي فوق لا بريف المستوى العام تقارب حنايا نديرو كاع اللي علينا نخدمو ان شاء الله من القدام باش نكونو في الماتش ان شاء الله نحققو الهدف اللي رانا نخدمو على الرجال تاع من المدينة تاع حباش ربما اللي عادوا بقوة شفنا مساعدوكم في المباراة الأخيرة. الله يخليكم باسكو حنا حتى في الذهاب كنا منتظرين باش يكونوا معنا ويعاونونا في الصدارة باش نرجعوا هم بالرزق اللي دار عارف شحال وان شاء الله حنا اللي داهيين يكونوا معنا حتى اخر جولة ان شاء الله نسعدوا ان شاء الله وادي هي ربما فيها نتيجة ان شاء الله. باش تحقق الصعود دروك شغل احنا اليوم هذا كي تشوف هاد ليكيب بارابور بيناتنا تواقم شي حاجه دوك الحاجه اللي تكون طياطي ومازال ما بان والو زعما ماشي هي الحاجه اللي تكون في ستارلا ما نعرفوش ان شاء الله كما قال لك فلوس باش تحقق ونشكر حباش على المساندة تاع ثلاث مباريات وثمان مباريات من انتصارات معات العودة كذلك التعب النال من نوع ما لأنه تلعبوا مقابلات ماراثونية مقابلة يعني أمام فرق اللي تصطدم في أول مرة كيفاش تشوف بقية اللقاء راح تكون على نفس الريتم في النفس الأخير البطولة بون سير ما يخبركش احنا بريباراسيون ما نديبيش وما كناش المشاكل اللي كتصارع في اللعيبة معليش الحمد لله راه الوضعيه دروك تحسنت مع الشيخ مشروبه شي الحاجه اللي غادي نشوفوا فيها وثمان مباريات اللي ما خسرناش فيهم هي اللي تخلي كل فريق يجي عندك باش يحوس يدير نتيجه ايجابيه مع شكل امتياز وهذه من هي اللي غتشكل لنا صعوبات في باقي المشوار ان شاء الله ندعو لوادري وان شاء الله احنا وادري ورانا رايحين ماشي رايحين باش نروحوا غير نحوسوا رانا رايحين باش نجيبوا نتيجه ايجابيه باسكو وادري هو ثاني المفتاح باش الصعود الحباش اللي عاد بقوه راح يلعبكم المباراه حاباش من هذا المنبر الشكر خاصة طيلة تشوف الحاباش 90 دقيقة هو ينصر فيك
مي حتى الدقيقه التاليه تفرحت فيها مؤمنين بكم شكون تلعب هي كنت تلعب 100% تلعب 200% انا جاي نلعب 100% انا بارك الله فيك ان شاء الله ناخذكم.